يصير يا ام ناصر، سامحين هذا ولدك حملتينه في باك مستشفى شهور واحنا ناس نختدي في اهل البيت. انا ما انا مسامحه تعبني وعذبني في دنيتي حرق وحرق. يا اعمالك اعمالك يا منصور مع ناصر سيبك عابر هنا. هذا الشيء صار من دعوات امي. وش بيك؟ ايه وخر عنك. مش حالي انا بكي. ما لا صلاه ولا ديانه لا هالدنيا لعب وضحك نسيت كل شيء كل شيء. كيف بيكون حالي يا الله كيف بيكون حالي؟ يا رب سامحني يا رب سامحني. أنا ذنبت بحياتي واجد ظلمت ناس واجد. روحي. لا بارك الله فيك يا أسود الوجه، رب يسلط عليك نار دنيا وآخرة. هذا اللي بينفعك ها؟ هذا اللي بينفعك. أقول طفه واستحل وجهك تحطنها الغنوات الوسخة إن شاء الله.